السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم التلفزيون المصري وبيان يوم مضى وآخر يطل إليكم أحداث 24 ساعة نبدأها بالعناوين. الرئيس السيسي يستعد مع قادة القوات المسلحة المستجدات الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري ويثمن جهود المؤسسات الوطنية في مواجهة التحديات. مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا ينفذون عملية إسقاط مساعدات فوق قطاع غزة وإقامة معسكر لإيواء النازحين واستعدادات لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل القطاع. عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يقترب من 30,000 ومفاوضات وقف إطلاق النار ما زالت تراوح مكانها. إلى تفاصيل الأحداث. ثمن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربا سيادته عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ المهام والواجبات كافة المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. أعلن المتحدث العسكري أن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذوا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة. في السياق المتصل واصلت مصر جهودها من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث انتهت من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل خان يونس بقطاع غزة. من جهته قال مسؤول الهلال الأحمر المصري للإغاثة إن مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة، مشيرا أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع النظير الفلسطيني يقدم المواد الغذائية والغاثية. وقد أكد المصدر أن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخلال كلمته أمام الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حذر شكري من مغبة إقدام إسرائيل على أي عمل عسكري في رفح الفلسطينية. كما أكد شكري أن أزمة غزة أصبحت كاشفة لمعضلة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية، وهو ما يعطي ذريعة لإسرائيل في استمرار عدوانها على القطاع. إسرائيليا في مدينة رفح الفلسطينية، الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني، ونحذر من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة. كما نشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستدام والعاجل للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، لا سيما وكالة الأنروا التي لا بديل لها ولا غنى عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. ونعرب عن استهجاننا الشديد لمحاولة استهدافها وتعليق عملها وما لذلك من آثار سلبية على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوق الإنسان. هذا وجدد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيراني حسين أمير عبد الهيان رفضهما الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية. وخلال لقائهما على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أعرب شكري عن بالغ القلق إزاء اتساع رقعة التوترات العسكرية في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها والضرر المباشر لمصالح عدد كبير من الدول بينها مصر.
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن يبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول الاثنين المقبل، مشيرا إلى موافقة إسرائيل على وقف هجومها في القطاع خلال شهر رمضان. نتابع. بعد 5 أشهر ذاق فيها البشر والحجر في قطاع غزة ويلات حرب ضروس يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تلوح في الأفق بشريات هدنة إنسانية. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن أمله بأن يبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول الاثنين المقبل، معلنا موافقة إسرائيل على عدم تنفيذ ما وصفه بأنشطة عسكرية خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تجرى مفاوضات بشأنه في العاصمة الفرنسية باريس. بايدن أكد أن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة قد يساعد باتجاه حل الدولتين، كما شدد على أن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم الدولي لها حال استمر الارتفاع في أعداد الضحايا المدنيين جراء الحرب على القطاع. بايدن قال كذلك إن مستشاريه للأمن القومي أكدوا أن التوصل لاتفاق هدنة بات قريبا. كما أكد بايدن أن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من إخلاء مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع قبل تكثيف عملياتها بالمنطقة. في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مقربة من مباحثات باريس أن حركة حماس تلقت مقترحا يسمح بوقف مبدئي للعمليات العسكرية في قطاع غزة لمدة 40 يوما، كما يقضي المقترح بمبادلة أسرى فلسطينيين بمحتجزين إسرائيليين تحت 19 عاما وكبار السن والسيدات، وذلك بنسبة 10 إلى 1. كما أكد المصدر أن المقترح يتضمن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع وتوفير الخيام المتنقلة لإيواء النازحين وإصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غزة، وكذلك العودة التدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية. وفي المقابل وفي أول تعليق لها، أكد قيادي في حركة حماس وفقا لوكالة رويترز أن تصريحات بايدن حول وقف القتال في غزة سابقة لأوانها ولا تتطابق مع الوضع على الأرض. هذا وأعلنت أطراف مشاركة في مباحثات باريس أنه لا يمكنها التعليق على تصريحات بايدن بتوقع الاتفاق على وقف لإطلاق النار يوم الاثنين المقبل. وهكذا بين الأمل واللا أمل، لا يزال قطاع غزة يعيش مأساة حقيقية تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الغاشم. المزيد من الشهداء والمصابين الفلسطينيين لا يزالون يسقطون إثر الحرب الإسرائيلية التي اقتربت من إنهاء شهرها الخامس، وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى استشهاد نحو 30,000 شخص في غزة وإصابة أكثر من 70,000 آخرين. 144 يوما وما يزال العدوان الإسرائيلي متواصلا على قطاع غزة ليسقط منذ 7 أكتوبر الماضي وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة نحو 29,878 شهيدا و 70,215 مصابا. فقد أكدت الأنباء عن استشهاد وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس وأماكن أخرى من القطاع خلال الساعات القليلة الماضية. وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن الأوضاع الطبية في تدهور بسبب ما تعاني منه الأطقم الطبية من فقر تام في المستلزمات والأدوات الطبية الناجمة عن القصف والحصار الإسرائيلي المحكم على القطاع. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع بشكل منهجي الوصول إلى سكان غزة الذين يحتاجون للمساعدة، مما يعقد مهمة إيصال المساعدات إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون. وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أنه أصبح من شبه المستحيل تنفيذ عمليات لإجلاء المرضى والجرحى وتوصيل مساعدات في شمال غزة، مما يزيد الأمر صعوبة في جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم الفارعة في مدينة توباس في شمال الضفة الغربية خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي، واستشهاد فلسطيني رابع جنوب مدينة القدس في الضفة الغربية المحتلة.
اعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر احدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم. وخلال الاجتماع اكد رئيس الوزراء اهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية الى اكثر من 42% بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بقائمة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي. على جانب آخر، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشراكة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية الوطنية التي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية. وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرا أن وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري. خلال فعاليات اليوم العالمي للأمراض النادرة، أوصل أطباء المشاركون إلى ضرورة تطوير قائمة الأدوية الأساسية المحلية للأمراض النادرة، كما أوصل أطباء بإنشاء قواعد بيانات محلية عن الأمراض النادرة والعمل على تطوير البرامج التدريبية لجميع الكوادر الطبية. خلال الاحتفال باليوم العالمي للأمراض النادرة التي تصل عددها إلى 6000 مرض نادر مصاب به 300 مليون مريض حول العالم، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والمختصة، تم استعراض التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية لتلك الأمراض والتجارب الناجحة للتشخيص الدقيق والاكتشاف المبكر لتلك الأمراض. الأمراض النادرة عددها حوالي 6000 مرض مصاب منها على مستوى العالم حوالي 300 مليون مريض، إذن هي محتاجة إلقاء الضوء عليها، إلقاء الضوء بهدف التوعية المجتمعية، توعية المرضى وأهاليهم بأعراض المرض وطريقة العلاج وإزاي نكتشف المرض. 80% فيها عمل الوراثة، لكن 20% الباقي ممكن يبقى حاجات لها علاقة بالعدوى، لها علاقة بالمناعة، لها علاقة بالأورام النادرة، و 75% بتظهر في الأطفال. رحلة عمل احنا عايزين نعمل ايه لهذه الأمراض من حيث التوعية والاكتشافات المبكرة وتوفير العلاجات. فمن المؤتمر ده بتجتمع جميع الهيئات الصحية بتبادل خبرات قوية في هذا المجال، وبنطلع بتوصيات هو كيف نحسن الخدمة الصحية لهؤلاء المرضى. كما أوصل الأطباء خلال فعاليات المؤتمر بضرورة نقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية في كيفية التشخيص الدقيق لتلك الأمراض، وبخاصة الأمراض الوراثية وأمراض الدم. موضوع الجينوم المصري، لأن هي 80% من الأمراض النادرة هي فعلا نتيجة عن الجينوم. الحقيقة قالت محاضرة محترمة جدا جدا، إن شاء الله بإذن الله هننزلها على قناة التليجرام الخاصة بالأكاديمية. كل السيشنز متسجلة هتنزل على التليجرام وعلى الفيسبوك. نوضح الأمراض النادرة اللي موجودة، وخصوصا اللي موجودة في مجتمعنا اللي احنا نلقي عليها الضوء، وإن قد إيه دي لها تبعيات كتيرة ولها علاجات، والعلاجات متوفرة الحمد لله، بس محتاجين إن احنا على كافة سبل الرعاية الصحية اللي موجودة تكون عارفة بالظبط كيف تتعامل مع هذه الحالات. عدد التدوير للموارد يتماشى في الاخر ان المريض اللي عنده مرض مش عارفين يشخصه او تشخيصه بيتاخر نتيجه ان هو مش شائع بشكل اكبر. لا، المرضى دول ليهم حق علينا ان احنا نعرف المرض، نعرف ازاي نوفر لهم العلاجات المناسبه، ونتعامل مع بعض كذا فريق عمل متكامل بيشتغل في الاخر لمصلحه المريض. بعض الامراض النادره احد التحديات الصعبه التي تواجه المنظومات الصحيه، فالتشخيص الدقيق والاكتشاف المبكر والتوعيه تعد احد المحاور المهمه لمواجهه تلك الامراض. محمد حلمي، التلفزيون المصري. متواصلين مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع. ماكرون يعلن تشكيل تحالف لتزويد اوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطه وطويله المدى. قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل إن أحدث تصعيد لتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يعرض الحل السياسي للصراع للخطر.
وحثت جميع الأطراف على وقف الأعمال القتالية لمنع زيادة التصعيد. كان حزب الله اللبناني قد أعلن استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية المراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة، ذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي على مبنى ومستودع تابعين للحزب في محيط مدينة بعلبك شرق لبنان، والذي أسفر عن مقتل عنصرين من حزب الله اللبناني. قال المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن إن الهجمات التي يشنونها على سفن الشحن في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة لن تتوقف إلا في حالة انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أكد أنه سيجري إعادة تقييم الوضع إذا انتهى الحصار وسمح بدخول المساعدات الإنسانية البحرية لغزة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل تحالف جديد لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى، وعقب ختام المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا بباريس أشار ماكرون إلى أن هناك توافقا باتخاذ مبادرات جديدة فيما يتعلق بالجانب السيبراني الدفاعي والإنتاج المشترك للأسلحة والدفاع عن الدول المهددة من قبل روسيا، مشددا في ذات الوقت على أن هزيمة روسيا أمر لا غنى عنه لأمن أوروبا. أعلنت روسيا تدمير دبابة إبرامز تابعة للجيش الأوكراني قرب بلدة أفيديفيكا في الشرق الأوكراني في أول إعلان من نوعه تصدره موسكو منذ تسليم واشنطن هذه الدبابات الثقيلة لكييف. بالتزامن سيطر الجيش الروسي على بلدة سيفيريني الصغيرة الواقعة قرب أفيديفيكا التي سقطت في الأونة الأخيرة، بينما تواصل القوات الروسية هجومها في هذه المنطقة وحققت فيها عدة نجاحات. كان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق انسحاب من قرية أخرى تقع على بعد كيلومترات من هذه البلدة. أما الآن في أحداث 24 ساعة فإلى مجموعة من أخبارنا الاقتصادية نرصدها في سياق هذا التقرير. قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي بلوكسمبورغ للقاء رئيسة البنك ناديا كالفينو إن الاستثمارات التي يتيحها البنك لشركات القطاع الخاص المصرية والأوروبية في مصر تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به لدعم جهود التنمية. أكد وزير البترول طارق الملا خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024-25، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات البتروكيميائية التي تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، مضيفا أن قطاع البترول نجح في تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040 وفقا لمتطلبات السوق وتصدير الفائض للخارج. صادقت منظمة التجارة العالمية على قواعد جديدة لتسهيل تجارة الخدمات بين أعضاء المنظمة رغم اعتراض أولي من جانب كل من الهند وجنوب إفريقيا. الاتفاق يسهم في خفض تكاليف التجارة العالمية للخدمات بأكثر من 119 مليار دولار كل عام. ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات الأسيوية المبكرة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات. ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريرا رئيسيا للتضخم في الولايات المتحدة وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بحثا عن مؤشرات حول خفض أسعار الفائدة. وقد صعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.1% ليصل إلى 2033 دولارا و34 سنتا للأوقية. بعيدا عن عالم السياسة، تشهد دولتنا طريفة من جميع عواصم العالم مع عيون الكاميرا المزيد من الطرائف في هذا التقرير.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسوء طقس دافئ النهار على القاهرة الكبرى والأرض البحرية والساحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. نتابع الآن درجات الحرارة بالتفصيل. درجات الحرارة متوقعة إن شاء الله. نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.